نفذ. لو شايف همام كيف كان ينفذ، يعني كلهم نفذوا على مستوى عالي. بس من اللي صار جينا الى ضربات الجزاء، ايه هو فضل. اللاعب الاول ايه؟ لظرفه ايه؟ امتنع يضرب. انت اليوم كمدرب قسم يمكن ربما يشكل عليك، بس انا اتكلم منطق واتحدى اي واحد يقول لا هذا مو منطق. اليوم لاعب من تشوف انت بوضع صحي معين ويحاول بشكل او باخر يتهرب من ضربه الجزاء، رغم هو قبل يوم كان هو يضرب، وانت تجي تجبره على ضربه الجزاء ويخفق، من يتحمل المسؤوليه؟ اللاعب والمدرب؟ اذا جبرته لا المدرب طبعا صح. احنا هذا صار شنو اللي منعهم كابتن عن تنفيذ قلت لك عن تنفيذ ركله الاولى؟ احد اللاعبين اللي كان هو اللاعب الاول يعني نوعا ما شكى من يعني باللحظات الاخيره من المباراه تعرض لاصابه. بالمباراه نعم، كان وضعه قلق ومصاب. حاولنا اللاعب الثاني معترض لانه شاف من اللاعب تردد، يعني احنا قلنا له مصاب وهي تردد، هذا الاشكال. والا علاء كان الرابع، همام الخامس، وشجاعه وانا اتحمل المسؤوليه من علاء عبد الزهر ومن همام، وهم اصلا هم ينفذون، ما كانوا خارج القائمه وجبناهم. علاء همام ينفذون من ضمن اللي نفذوا قبل يوم. لا هذا متفقين على هذا. انا اقول لك هسه مثلا اللاعبين قبل يوم انت ما تقدر تحمل لاعب مثلا علاء مهاوي اصلا هو قبل يوم ما ضرب معانا، قال ما نفذ ضربه جزاء من حقه. مهند عبد الرحيم قال ما نفذ ضربه جزاء. حسين قال ما نفذ ضربة جزاء. أحمد إبراهيم قال ما نفذ ضربة جزاء. علي بهجت متردد. إحنا البقوا من العشرة شقد؟ خمسة. عديت لك إياهم بالأسماء وبقوا ذولا الخمسة فقط اللي هو علي فايز وسعد عبد الأمير وأمجد عطوان وهمام وعلاء عبد الزهرة. اللي اختلف شنو؟ اختلف فقط التسلسل، لأنه قسم من اللاعبين وضعهم الصحي كان ما يأهلهم وحدث إن الأرباك. وأرجع وأقول حتى لو هؤلاء اللاعبين كان ممكن ينفذون يعني كأول لاعبين اكو تفسير من ناس مختصين. نعم. قالوا يعني اللاعبين اللي خلوهم بالبدايه ايه؟ تنفيذ نعم. ركلات الجزاء نعم. يعني تمنوا انه هم يكونون ينفذون الركله الخامسه حتى هم يجيبون النصر. لا من شاف نفسه هو الركله الاولى قال ليش ما انا اصير. لا مو انت تدري شنو احنا ركله الحسم تكون له استاذ هشام. لا احنا بالبدايه طبعا احنا من نجي نفذ ضربات جزاء وقبل يوم اللاعبين يعني بكل تاكيد يعني إجادة اللاعب ورغبة اللاعب يعني حتى اللاعب إذا كانت عنده قدرة على التسجيل وقلق وما إلى رغبة ما نخليه ينفذ ولذلك إحنا قلت لك هذا الإرباك اللي هذا ما كان هذا الخيار اللي هو يريد يحسم بقدر ما كان قلت لك وضعية أحد اللاعبين الإصابة أربكته جعلته يتردد أن ينفذ الأول اللاعب الثاني تسلسلا اللي هو علي لو لا لاعب أحد اللاعبين كان أنا قلت لك يعني أنا يعني اللاعبين نتحمل احنا بالدرجه الاساس يعني ما تحمل المسؤوليه كابتن بكل تاكيد تتحمل هاي المسؤوليه طبعا بكل تاكيد وانا اكلمك ثق وليس من باب المبالغه ليس من باب المبالغه وانا مسؤول عن كلامي لولا شجاعه اللاعبين الابطال وتضامنهم وتكاتفهم والروح المعنويه ولولا ما قمت به من اجراء مو حقيقه لانه حتى لا يستنزف بعد اكثر من معنويه اللاعبين لكان من الممكن ما نتعدى مباراة قطر وكان من الممكن خلال مباراة قطر نتعرض إلى لا سامح الله إلى نتيجة غير لائقة بالمنتخب العراقي. ولذلك لاعبين المنتخب العراقي يستحقون كل الثناء والتقدير على ما مرينا به من ظروف وقدروا الشجعان الأبطال يتجاوزوها ومن هاي الحالة اللي خرجنا بها بعد البحرين إلى الحالة اللي عملوها مع قطر ومع الإمارات ومع اليمن ومع الإمارات. كابتن إذا نتحدث هسه الآن هسه خلنا نرجع للأمور الفنية. نعم. مباراة البحرين اختلفت عن قطر. قطر نعم. كانت مشابهة لمباراة اليمن والإمارات تقريبا كانت مشابهة لمباراة البحرين. يعني هواي ناس قالوا الكابتن باسم قاسم ليش ما استمر على نفس النهج والأسلوب مباراة قطر واليمن؟ الله أكبر الله أكبر. هو مسجل بيك هدف، الشوط الثاني كيف راح يكون هذا التنظيم؟ أكثر لو أقل بعد ما يسجل هدف؟ هم قبل أن يسجلون هدف ما مطين ويصعب يسجل عليهم لأن تنظيمهم دفاع عالي. أنت الآن ما تشارك لاعب معين مثل ما القسم قال علي حصني وبدائل وهذا، ما شاركنا علي حصني مثل ما يصور البعض في مباراة الإمارات وطلعنا إحنا متأخرين ب1-0 راح يزيد بكل تأكيد التنظيم الدفاعي لفريق الإمارات راح يتماسك أكثر وراح يلعب ب2 ارتكاز وب6 لاعبين إذن يصعب مهمتنا من التسجيل.
اكو حقيقة اخرى تكتيكية اخرى. احنا مو بس فقط من هذا المنطلق انطلقنا بمباراتنا مع الامارات. فريق الامارات من الفرق اللي على الجوانب عنده خطورة كبيرة مع وجود علاء مهاوي. علاء مهاوي من النوع اللي يميل للهجوم بشكل كبير، ومرات صار علينا هدف البحرين بهذا الشكل تتذكر. لذلك كان علينا ان نوفر غطاء المن، غطاء العلاء مهاوي، لانه اي كرة من عموري الى برغش لاعب رقم اثنين اللي يلعب خلف علاء مهاوي كان يخلق لنا مشاكل. لذلك احنا كاسلوب وكتكتيك كان علينا ان نلعب باجنحة مفتوحة. انا كل اسلوبي العب باجنحة مكسورة، علينا ان نلعب باجنحة مفتوحة حتى نعالج من نعالج هاي الخطورة بفريق الامارات. لازم نوقفها هاي، لازم بيش نلعب، نلعب باربعة. احنا ما عندنا غير دول الاربعة حتى نخلي علي حصن بديل، عندنا مهدي وعندنا حسين وعندنا همام وعدنا على الحصني. اذا كضروره تكتيكيه نلعب باربعه حتى نعالج هاي الخطوره، وكذلك نستفاد احنا بيش من الناحيه الهجوميه، كذلك نستفاد انهم يلعبون بثلاثه للخلف. فهذا الحال اولا، وثانيا انه تنظيمهم الدفاع عالي، كان لابد ان نشرك علي حصني من البدايه، لانه في حال لا سمح الله تسجيل هدف مبكر علينا مهمتنا راح تزداد صعوبه بالشوط الثاني، ولا فائده بعد من البديل انه تتفكر تتعادل وتتفكر. وهذا خياراتنا كانت. هذا خيار، هذا هذا الكلام طبعا. نعم كابتن، انت مدرب المنتخب الوطني وانت مسؤول عن ما. لا انا اعطيتك تدري شنو يعني بصراحه الان انا اتمنى يعني حضرتك انت ان شاء الله هم ما مقصر هاي، بس اتمنى يعني خلنا نتحاجج، اي واحد عنده حجه فني انا قابل، يا ريت اذا مو اليوم باي برنامج اخر ان شاء الله اجيب اخوان ثلاثه اربعه ويحاججونا. انا هاي المعطيات اللي تكلمت بيها، هل الفريق الاماراتي ما عنده خطوره على الجوانب؟ هل احنا في حاله علاء مهاوي مو يعني ما نوفر له الغطاء بلاعب اخر امامه ما كان يستوجب هذا العمل؟ وهل هذا الكلام اللي تكلمت به الفريق الاماراتي تنظيم الدفاع عالي، اذا ما سجل هدف سيكون تنظيم الدفاع في الشوط الثاني اكثر، اذا علينا ان نستثمر الامور من البدايه بزج علي حصني، وبالتالي من قناعتنا ان نلعب باربع لاعبين، ان نلعب باجنحه مفتوحه. احنا كمنتخب عراقي ما يوجد لدينا غير ذول الاربع لاعبين كلاعبين وسط. اساله غير واحد يقول لك نعم زج بلاعب وسط اخر وخلي علي حصني هم بديل، ما عندنا لاعب وسط، هم ذول الاربعه فقط، هم كلهم منطقه الوسط. فهاي المعطيات اللي خلتنا نلعب مع يعني حقيقي احترام وتقدير لكل الاراء، لكن انا حقيقه اتكلم لك الان لو اعيدت مباراه الامارات مره اخرى لالعابها بنفس الاسلوب. كابتن كيف تعاملت مع الاعلام؟ تدري هي بطولة الخليج بطولة إعلامية. تعاملنا مع الإعلام يعني الحمد لله والشكر، احنا يعني اعتقد بالبداية كان يعني تواجدنا وبشكل مفتوح يعني مع الاخوان الإعلاميين سواء الخليجي او العراقي وحتى من خلال المؤتمرات الصحفية، لكن حقيقة قبل دخولنا مباراة الامارات يعني كان عندنا تعتيم إعلامي يعني لمدة يومين او ثلاثة ايام بما فيهم انا واخواني بالكادر التدريبي وكافة اللاعبين. انا اعتقد تعاملنا مع الاعلام يعني بتوازن، لربما يشكل البعض يعني علينا يمكن هذا، لكن احنا قبل مباراه الامارات يعني كنا بعيدين. كان هناك اشكال على المدرب باسم قاسم بالتحديد، يعني ذكروا انه الكابتن باسم قاسم واثناء البطوله خرج في ساعه تلفزيونية اثناء البطوله. اي نعم، هو هاي ضروره ومهمه اجلتنا، لان فقط ارتقى للعالم طلعوا لي وحكيت انا نفس الشيء، قلت لهم يا اخوان انتم هسه اكو هاله اعلاميه، الاعلام العراقي يتكلم والاعلام الخليجي يتكلم، اترككم كابتن اترككم، لا لا يعني اصبر لي، لا كمل البطوله هسه وما لها علاقه. شنو اللي اثر على البطوله؟ يعني كاتكيه الوضع العام للمنتخب الوطني وله هذا الموضوع ما يستوجد مع احترامنا للبرنامج ومع احترامنا لمقدم البرنامج استاذ هشام. هو هذا اخذ هذا الحيز الكبير ويقول اعلام عربي واعلام عراقي يقولون المدرب قدم استقاله، قدم وانا ما مقدم استقاله. هسه ايش قلنا طلعنا بالاعلام؟ يا اخوان ذاك عندكم موجود الحديث مالي وطلعوا لي، يا قولوا انا تكلمت بعد بطوله الخليج العربي ما عندنا استحقاق. يعني القسم حتى يستكثر على مدرب محلي ان يكون بهذا النكران الذات، وانا افتخر ان اكون بهذا المستوى ولا زلت اتعامل مع الكره العراقيه والمنتخب العراقي بهذا المستوى. اليوم مصلحه الكره العراقيه ومصلحه تطلعات الجماهير اكبر من وجود باسم قاسم من عدمه، انا هذا اتعامل، والا انا باقي الشهر التاسع واتقاضى راتب، شنو الضير بها؟ شنو الضير بها؟ بس من اجد في مصلحه المنتخب العراقي امور افضل من هذا الصداله واتكلم بها، الصداله واتكلم بها. فهذا ما تطرقنا له وهذا ما تكلمنا، وقلنا انه الاتحاد العراقي ما عندنا استحقاق. اذا الاخوان بعد التصريحات اللي طلعت
وعدهم نية أنه بعد الخليج يقررون مصير مدرب أو غيره، احنا حاضرين يا أخوان، ما نقضي حجر عثر بكل رحاب الصدر. الآن شنو وضعك مع المنتخب كابتن؟ إذا ما ارتئوا نكمل عقدنا للتاسع فإحنا هم باقين ونخدم الكل العراقي. ما جلسوا معاك؟ لا لا، احنا جينا هذا، وأنا حقيقة يعني مسافر، يعني بكرة عندي الكورس الرابع دورة البرو المحترفين يعني، وعقدنا أبلغنا عن الأخ رئيس الاتحاد يعني من نزلنا، احنا عقدنا مستمر لشهر التاسع، شوف الاتحاد العراقي قرر وين الضرورة. يعني احنا مستمرين الى عقدنا الى التاسع، علينا واجبات ان شاء الله من الشهر التاسع نقوم بها وان شاء الله نعد الجماهير. شنو الاشارات اللي وصلتك من اتحاد الكره بعد اكمال البطوله؟ بعد اكمال البطوله احنا مستمرين في عقدنا، يعني مستمرين في عقدنا لشهر التاسع، واحنا مو بعيدين على الاخوان بالاتحاد العراقي. اليوم وغدا وبعد غد اي قناعه اخرى تتوفر لديهم باي اتجاه بها مصلحه الكره العراقيه ويعتقدون في ذلك مصلحه الكره العراقيه، احنا ككادر تدريبي معها. كابتن تدري بالمناسبة يعني أنا اليوم بعد ما نزلت المنشور عن لقائي مع حضرتك، الكل كان يتوقع أنه الكابتن باسم قاسم، وأنا متعجبت يعني من هذا، راح يعلن الاستقالة بالبرنامج. ما أعرف يعني ليش هذا الحدث اللي عندهم، ما أعرف يعني هو أتكلم لك أنا تدري يعني هذا هسه من فمك أدينك، لانه انتم احنا طبعا مو انتم، لا مو شخصك، لا لا استاذ شامل عفوا يعني الاعلام بشكل عام يعني هسه انا اقول لك يا اخي انا ما لا مو لا مو كابتن لا الكابتن يعني الموضوع مو هنا، الكل يعرف الكل يعرف الكل يعرف بانه الكابتن باسم قاسم تعرض الى ضغوط، انا توجهت له ضغوط، والكابتن باسم قاسم خلال فتره عمله ومسيرته التدريبيه وايضا حتى مسيرته كلاعب ما يتحمل ضغوط. لا وهذا هذا كلام زملائك مو كلامي انا. لا هو تدري شنو، مو مما اتحمل ضغوط، انا اتحمل ضغوط وبالتالي الناس يعني تتوقع من عندك انه وصلت مرحله الانفجار بالنسبه للكابتن باسم قاسم، بس يريد يخلص من تنتهي البطوله. انا لو ما اتحمل ضغوط وما امتلك ارضيه صلبه، ولا ربما كان مدرب غيري لربما عالج الامور بطريقه اخرى، كان من الممكن ان تثقل على سمعه الكره العراقيه. ثق كان من الممكن أن تثقل على سمعة الكرة العراقية إلى هذا الحد. طبعا وبكل رحابة الصدر لم أرد على أي شخص ولم أرد على أي مسؤول، وتحملنا كل شيء لمصلحة الكرة العراقية ولمصلحة المنتخب العراقي. انفرض عليك شيء كابتن؟ أنا اليوم مهمتي انفرض عليك لا شيء؟ يمكن أحد أن يقدر يفرض علي. حاول أحد أن يفرض لا عليك؟ لا أكو أمور يعني تدري شنو، مو مسألة فرض، أكو أمور. أنا اللي سمعت أنا سمعت أنه حاولوا أنه يفرضون تشكيلة على باسم قاسم، يفرضون اسم، ليش ما تلعبوا بهذا الأسلوب؟ فرض. شوف إحنا أكو تدري قلت لك يعني أكو أمور، بعض الأمور صارت يعتقد البعض أنه مثلاً حرص قسم منه، أكو مستعجلة يعني بعض الأمور يعني عاطفة، أكو بعض الأمور يعني من هذا القبيل، لكن مع هذا أنا لم أتأثر به. والدليل حسن تستاذ هشام ما سمعت يعني بعض التصريحات الرسمية وغير الرسمية، يعني ما سمعته كإعلان رد عليها باسم قاسم؟ ما يحسب إنه هل يمكن له مدرب آخر كان يتحمل وما يسوي مسألة شخصية ويرد على فلان وفلان وفلان؟ عن منتخب العراق فوق كل شيء. لذلك أنا لو يعني تحت الضغوط كان ممكن خلال الدورة أتكلم وأريد وأجاوب، بالعكس لحد هذا اليوم وإلى حد أن تنتهي مهمتي مع المنتخب الوطني وإلى حد أن أكون مدرب وإلى ما لا نهاية، خلاص هذا سر عائلة وسر بيت حتى وإن كان بها ضرر علي، بس لا يمكن أنا أتكلم في شيء يثقل من سمعة الكرة العراقية. كل الأمور تحملناها عبرنا ومشينا والحمد لله والشكر، هذا أفضل أفضل من غير أمور لو كنا مطرقين لو كان ممكن يعني يصير بشكل غير لائق. لو عرض عليك كابتن عقد تدريبي بالدوري العراقي او حتى يجوز عقد احترافي، راح تقبل به؟ انا بالتاسع عقدي ما رسميا مرتبط للتاسع، لا يعني مثلا تفك الارتباط مع المنتخب وتتجه يعني برغبتي لو برغبه الاخوان بالاتحاد؟ لا برغبتك. لا, لا. اذا مو الان لو وجهت للكابتن باسم قاسم عقد او عرض من نادي كبير بالدوري العراقي، راح تتجه له؟ لا لا يمكن، انا ارتباطي تدري انا احترم التزاماتي مع الناس، انا لو كنت مرتبط بنادي ويطلب مني نادي اخر لا يمكن، مسيرتي التدريبيه موجوده لا يمكن اعمل هذا العمل حقيقه،
وقبلها أنت تدري القوة الجوية فاتحون بشكل رسمي وقلت الأول والأخير للاتحاد العراقي ولازلت أنا مرتبط يعني واحترم ارتباطي مع المنتخب العراقي وهذا الارتباط رسمي مع الأخوان بالاتحاد. إذا كان لديهم كلام آخر فأنا من حقي أن أبحث عن فرصة أخرى، وأكيد الفرصة لازم يجب أن تكون تليق يعني باسم سمعة التدريبية. يعني حقيقة أنا أقول لك أستاذ هشام ليس من باب المبالغة، أنا أعتقد لحد الآن ما عملته مع المنتخب العراقي شيء جيد من حيث النتائج، احصاء ما حد يقدر يعترض عليه. انا عوف المباريات التجريبيه استاذ هشام وتصنيفها معوفه. انا لحد الان رسميا 7 مباريات رسميه، 3 كأس عالم و4 خليج. سبع مباريات من السبعه انا فايز ب4، متعادل ب2، وخسران في وحده ضربات الجزاء. صدق بالمناسبه كابتن، يعني هذا اللي كثير من المختصين قالوا ما معقول الفريق العراقي يخسر مع فريق خلال اسبوعين. لا. ولهذا كانت إشارات بأنه من الشارع أنه ما ممكن أنه الإمارات تعبرنا بالدور نصف النهائي. وين بس أنا أريد أعرف الأخوان الإشارات هذا بيا منطق يعني فريق ما يخسر. أول شيء إحنا لعبنا مباراة تجريبية، والمباراة التجريبية جربنا بها كل 6 يعني تقريبا 7 لاعب، والمباراة ودية لم تكن يعني حتى ما انحسبت لأنه التبديل مالها كان مفتوح. مباراتنا تقصد بها التجريبيه صحيح كانت مفتوح، هذا واحد. اضافه الى ذلك انت تعرف يعني لاعبين اساسيين كانوا ما موجودين يعني بالاضافه للاعبين المحترفين. اضافه الى كل ذلك يقول لك لا يمكن، وبالفعل احنا ما خسرنا ضربات الترجيحيه من تصل الى ضربات الترجيحيه باقدام اللاعبين مو بفكر المدرب، مدرب اوصلها الى ضربات وكان ممكن ان احسمها حتى قبل ضربات كابتن الجزاء. كابتن شو استفاديت من بطوله الخليج؟ اكيد اضافه كبيره من ناحيه الخبره، من ناحيه التعامل مع مدارس كرويه كبيره. وحقيقه المدرب الوطني انت تدري استاذ هشام، شوف انا بعض الامور شوي اريد ابعد نفسي لان الناس لربما تعتقد انه انا ابالغ او هذا. انت تعتقد على مباراه البحرين زي صارت اعتراضات وانتقادات انه صحيح، واذا تريد اطلع لك اياها موجوده بنفس الوقت. انا الدور الأول على نتيجة البحرين وعلى تعاملي مع المباراة بالشوط الثاني اختاروا المدرب العراق أفضل مدرب بهذا الدور. اختاروني أفضل مدرب بعد مباراة البحرين بهذا الدور. عرفت كيف؟ فالحمد لله أنا المدرب الوطني يعني من بين هذا المدرب أنت صار له 5 سنوات، مدرب القطري، مدرب بمستوى زاغاروني، خلينا نستثني الفريق اليمني، مدرب بمستوى فريق اليابان الحمد لله بمستوى مدرب الله، ومن 7 مباريات الحمد لله احنا 4 فوز 2 تعادل ولا زلت لم اخسر. لو عاد يعني بك الزمن قبل بطوله الخليج. نعم. ولو هذا الشيء مفترض يعني. نعم. مساله بقصد. نعم. لو عاد بك الزمن قبل بطوله الخليج راح تختار نفس التشكيله والاسماء اللي دخلت بها البطوله؟ اكيد نفس الاسماء. وانا اقول لك حقيقه انا من طبعي شوف ثب يعني انا اليوم استاذ هشام استثناء الحديث فهذه معلومه واستفيد منها، المهم انا اردنجه اخذها يعني انا مو من النوع اللي ربما يقول لك يعني اردكابر على ابدا. كل الاراء محترمه ومقدره، بس انا اقول لك شغلتين متاكد منها ومقتنع بها. لو اعيدت مباراه الاولى مع البحرين لألعبها بنفس الزياده العدديه كاستراتيجيه كمباراه اولى لبطوله خليج، ولو اعيدت مباراه الامارات مره ثانيه لعيدها بنفس الاسلوب ونفس اللاعبين مصر يعني لا مو مصر. انا مو قلت لك اكو ضرورات تكتيكيه للضرورات، انا مو كيف اجي اسلوب يعني احنا والاخوان كادر التدريب مناقشين تعال قل لي فريق الامارات مو انت عندك المعطيات الموجوده فريقك وتكلمت اكو معطيات يعني بما فيها توفر يعني غطاء على امهاو من ناحيه الجانب يمتاز عموري على اللاعب برغش لاعب رقم 2 يميل ورا هذا اضافه الى ذلك هم تنظيمهم الدفاع عالي ما معطين هدف إذا يسجلون بينا هدف وممكن عن طريق علي مبخوت من طريق حالة ثابتة مهمتنا تصعب ولذلك علي أن نستخدم كل أوراقي من البداية لأن هذا الفريق مو مثل لي أو غيره ممكن تعدل النتيجة وأنت شوف أستاذ هشام الكل اتفق اللي موجودين أنا في كل مباراة يعني إذا ما استثنينا بل حتى مباراة الإمارات إحنا المنتخب العراقي كان الأفضل مع البحرين الشوط الثاني أفضل هسه ما اريد نقول المباراه كلها مال المدرب مو بس الشوط الثاني بس هاي حكمه موجوده انه الشوط الثاني عمل المدرب كل الاراء العربيه والعراقيه ذهبت انه الفريق العراقي مع البحرين الشوط الثاني افضل مع قطر شوط الفريق العراقي الشوط الاول والشوط الثاني افضل مع اليمن الجراح مو اي مدرب يسوي كنا نشكو في قلق كنا الافضل وحتى مع الامارات يعني والدليل انه انت قلت لك احنا باقي 6 دقائق هدف على عبد الزهره راح ظروف كرة قدم توفيق لو صاير هدف على عبد الزهرة باقي 5 دقائق 6 دقائق نغلق البوكس وتنتهي المباراة كان بالمرحلة المقبلة راح تبقى على نفس الأسماء راح تغير
لا شوف استاذ هشام، اولا يعني انا قلت لك يعني انا مع احترام يعني حسب تجربه بطوله الخليج تدري احنا المنتخب العراقي يعني بدت بصمه واضحه، كل الاخوان حتى الاخوان اللي يعني ينتقد في مجال ما يمكن بهذا الموضوع يشيد لنا بانه العراق بدا هويته واضحه يعني بدا بشيء جيد الان كامله، بس يحتاج لنا يعني بعض الامور. انا قدرت خلال هاي الفتره اللي هي 6 اشهر انا صار مع المنتخب العراقي قدرت يعني اصل الى هذا الشيء. انا لا اقول يعني دائما اتكلم بهذا الكلام يعني اكو شيء واضح خلال هاي 6 اشهر، لكن بكل تاكيد مطالبين بالاكثر. ولذلك علي خلال هاي الفتره منها لشهر التاسع علي انه بعض المشاكل اجد لها حلول. وين يعني المشاكل؟ انا وعدت وين المشاكل؟ عندنا مشاكل موجوده. انا وعدت قلت مهمتي اول ما استلمت المنتخب العراقي قلت حافظ على الهيبه ازج بلاعبين شباب. بالمناسبه انا مساله خروجي من حتى قبل هذا الوقت انا قايل اصل بالمنتخب العراقي بعد الخليج او غرب اسيا الى فريق مقتدر بوجود باسم قاسم او بعدمه لا يقال عليه تركه ثقيله. يعني حتى الناس هسه ماكو داعي للمفاجاه اذا ما قررت بعد بطوله الخليج، لان انا كلامي سابقه من يوصل المنتخب العراقي الى فريق مقتدر بعد ذلك اي مدرب اخر لا يقول تركه ثقيله، وهذا ما نعمل عليه بكل جهد. الان المنتخب العراقي مقبول حد بطوله الخليج، علينا ان نعمل بعض الاضافات، وان شاء الله سنعمل بعض الاضافات، الاضافات ليست كبيره. اضافات اكو تغييرات؟ اضافات يجب ان راح اضيفها من المغتربين كابتن؟ من المغتربين ومن المحليين، يعني لاعبين يعني من الاثنين الى اربعه. اكو مشكله مع المغتربين؟ اربعه لاعبين. وانت مع بدايه البطوله انثارت موضوع؟ لا لا هم اللاعبين كلهم المغتربين يعني كلهم جتنا ردود رسميه مع الاسف يعني قسم من الناس، وردت انا احاول يعني من حق الناس وشوف حتى الموبايل رسائل انا اتواصل انا مع اللاعبين مع جستين ومع كل اللاعبين، ولذلك ردنا حتى الناس تقتنع وصل لثقة أنه مو فقط أنا المدير الإداري اللي قائم بواجب الكابتن باسل جوريد، أنا كذلك مع تواصل. وهاي يا أخوان هاي رسائل مو لابس لابس، وبعدين أنا ما متطلع في شيء شخصي على اللاعب أو شيء معيب لأن هذا سر. بالعكس لاعب بكل أدب يعتذر يقول أنا النادي ما يرفض، مع العلم أنه كتب الرفض موجودة بالاتحاد موجودة بالاتحاد، لأنه ارتباطهم على اعتبار بطولة الخليج غير معترف بها دوليا يعني وما سمحوا. موضوع بروة وغير بروة أيضا، بروة عملية جراحية منتهي من يمه، بروة يعني عملية جراحية. وجستن قلت لك نادي هذا موقف نادي ريبين يا ريبين موجود معانا كان ريبين موجود، بس المباراة ما حضر معانا، احنا مباراة تجريبية مع الإمارات وكنا خلال الوحدات التدريبية شكينا بجاهز زيته وشاهدت انت في مباراة قطر كان صحة رأينا وقناعتنا أنه بس مأشكل من علينا. ليش علي فايز؟ علي فايز مع هذا الكلام أنا مو يعني مع احترامي إيه؟ أنا مو ملزم، أنا مو ملزم مع احترامي كلها كافة الأخوان المدربين المحليين، بس أنا اليوم مو ملزم بمدرب الشرطة ما يعمل ومدرب الفلان ماذا يعمل ومدرب الفلان ما يعمل. أنا 27 سنة بالدوري العراقي وأعرف اللاعبين، اللاعب علي حسن الذي علي فايز لديه ثقة كبيرة به، واللاعب لعب المباراة الأخيرة مع نادي الحسين لعبها، وأنا لعبت مباراة تجريبية مع الإمارات وقدم والدليل شوف صحة نهجنا اليوم. أنت مجموعة من اللاعبين اللي أول مرة بالمنتخب يكونون بهذا المستوى، حسين علي 3 مرات اختاروا أفضل لاعب البطولة، وأيمن إن شاء الله مهند، وإن شاء الله يعني علي فايز. إذا أنا مو بالضرورة يعني مدرب الشرطة إذا ما يلعب علي فايز أنا ما لا، والدليل على أنه صحة نهجنا. هسه أكو شك أنه جادة علي فايز بهذا المركز وقدم أروع ما يكون، مع أنه أشركنا ريبين وبدأ واضح بالفعل على كابتن ريبين لاعب ممتاز بس لم يكن جاهز، لم يكن جاء. إذن خياراتنا كلها كانت صحيحة. تحس أنه الناديوية أثرت كبير على المنتخب الوطني؟ من أي ناحية مثلا؟ يعني تقريبا صرنا نسخة للدوري السعودي. لا يعني أنا ما نهائيا ما حسيت أكو تأثير يعني بصراحة، لأنه تدري ليش؟ يعني اليوم إحنا اللاعبين أنا ما لي علاقة، اليوم أنت تشوف هسه المنتخب العراقي كل اللاعبين يتوقع يلعب وكل اللاعبين يتوقع ما يلعب، هاي حالة صحية. جمهور الفرق، جمهور الفرق الجماهيريه نعم. اذا كانت في بغداد او في نعم. او في المحافظات يعني دائما يسلطون الضوء على لاعبيهم ويضغطون بمواقع التواصل الاجتماعي بالاعلام ولا ليش هذا اللاعب ما سحبته ليش هذا كل من يدور مو نهائيا انا مو يمه. هسه شوف هشام احنا هي واحد ليش كلام يعني انت مرات يقول كتاب يقرا من عنوانه، انت شوف مجموعه الاجراء اللي يقوم بها باسم قاسم نشوف من اللاعب اللي ما قاعد اذا ما كان يعني حسب قناعتنا. انا ما له علاقه اليوم يطلع مع احترام المحللين يطلع محلل ما يقول لو كان موجود فلان لاعب كان ممكن، ومع انه تواجد فلان لاعب وكان مستوانا ومستوى اللاعب لم يكن بشكل جيد. يعني انا اليوم انا مسؤول عن خياراتي ومسؤول، نعم ممكن بعض الاراء استفيد منها ممكن بعض الاراء محقه، لكن اكو اراء واضحه 100% يعني بشكل غريب عجيب
ولذلك انا ما مجبر ما اخذ بيه. وشوف انت لاعبين المنتخب اليوم، اعطيني انت اي لاعب بالمنتخب موجود، يعني كل اللاعبين شوفه اساسي ولاعب بارز، اذا ما ارتئينا انه في هذه المباراه ما موجود ما موجود راح تضيف أو عندك مثلا مشكله مع الكادر المساعد. لا يوجد مشكله، ما راح يسوي اضافه، ما راح يعني كل اخواني الكادر التدريبي كل اخواني. شوف احنا استاذ هشام، هو احنا اول مره خلينا نكتم والاستقرار وين اليوم؟ انا مهمتي قلت لك انا سمن اعلانيه يا اخي، هي مشكله. ليش اقول لك القسم حتى يستكثر علينا انت مدرب وطني ان تكون بهذا الحس ويروح يبوبها الى ابواب اخرى؟ يعني ولذلك انت مرات انا حتى ما نقدر هم يطلع لك، يعني اتكلم لك انا ما عندنا استحقاق قسم للتاسع تمام، وانا باسم قاسم باقي الشهر التاسع واخذ رواتب. هسه انت باسم قاسم ليش ما تسكت؟ تاخذ الشهر التاسع وتاخذ رواتب. واكلم لك بالمناسبه، ثق بالله العظيم بالله العظيم لا يوجد اي عرض لباسم قاسم خارجي او داخلي. ماكو عرض، ربما في بعض النفوس قلت لك يستكثرون علينا ان مدرب وطني يكون بهذا الحس، يستكثرون. ولذلك لازم ثق بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم لا يوجد لا مفاتحه رسميه وغير رسميه لا خارج ولا ابد من هذا القبيل. لكن ناس فسروها قالوا الكابتن باسم قاسم وصل عرض من نادي الشرطه ومن هذا الكلام. اي انا اقسمت لك إيه؟ لا 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 اقسم لا. مع لا. هذا صادق كلام يجوز القسم الاخر، يعني مع احترامي احنا المهم، يعني انا اعرف شو اعمل واعرف شو اسوي الحمد لله وشكر، انا ما انظر للجانب ولا انظر للامام الحمد لله، هاي الامور كلها متجاوزه. ولذلك احنا الشهر التاسع ما عندنا استحقاق. زين يا اخي، بطوله امم اسيا بطوله على مستوى عالي يحتاج لها اعداد مبكر، يحتاج لها مدرب مبكر. يعني انت كل هاي الناس اللي اشتركت بالخليج، قطر من 2012 ويقول انا ابن فريق، عمان يقول انا ابن فريق، الامارات زاكوروني وهذا جيل افضل جيل اجى الامارات ويقول انا ابن فريق. تعال اقول لك احنا استراتيجيتنا كمنتخب عراقي شنو؟ ناخذ بطوله وما وراء البطوله اللاعب والمدربين وين؟ أمم آسيا شنو تحضيراتنا إلها؟ شنو تحضيراتنا الأمم؟ أمم آسيا بطولة بهذا المستوى. لذلك أنا تكلمت، يعني الآن الوقت مو قسم يعتقد أنه أكو وقت طويل، لا ما لا يوجد وقت. الآن علينا نكون استراتيجية واضحة، استراتيجية واضحة. الآن راح تقدم استراتيجية واضحة للاتحاد لحد الشهر التاسع. أنا تقدمها في وقت سابق لو أستاذ هشام، يعني أنت تدري شنو؟ يعني الإنسان لازم يحترم نفسه. انا اليوم ما جاي اتدخل بالاتحاد واقول لهم تعالوا قولوا لي احنا الامم اسيا ايش راح نسوي ما نسوي، انا مهمتي بالتاسع. يعني من المعيب، يعني انت اليوم قبل ان تكون يعني اسمك وسمعتك التدريبية، انت اليوم كرامتك كرامه لا لا خلال فتره تواجدك للتاسع مقدم منهاج للتاسع، اكيد للتاسع يوجد رؤيه وللتاسع. وقلت لك بناء فريق مقتدر، احنا الان بالمناسبه قسم من اللاعبين المغتربين يعني حتى حقيقه هم يعني انا اقدر اقول اللي ما التحقوا معانا، وجهنا لعلي عقله كم مره اصابه لا زالت، وجهنا لربين اسعد كم مره، وجهنا لفرانس بطرس اللي جبناه وتعبنا عليه وعملنا له جواز وتالي انه ما حضر مع المنتخب يريد يحضر اعياد راس السنه مثل ما بلغني الكابتن باسل جورجيس. يعني وجهت اكثر من مره الى شيركو كريم لا زال لحد الان. ولذلك يعني ان شاء الله عندنا مباراه مع السعوديه يعني، وعندنا مباراه بطوله رباعيه ان شاء الله. اتمنى خلال هاي الفتره ان تكون قناعه لدى الشارع العراقي، المعنيين، الجمهور، الكل، انه المنتخب العراقي بعد بطوله الخليج العربي اصبح اكثر امكانيه، وانا اعد الجمهور بذلك لحد التاسع. اما ما بعد التاسع فهذا مسؤوليه الاتحاد. وانا شاكر حضورك معي في برنامج بالسنتر. الله يسلمك، كل التوضيحات صارت موجوده. لا ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضورك كابتن، وشكرا للتوضيحات اللي صدرت من حضورك على احد. كل الاراء اللي طرحت بالاعلام من اخوان مدربين كلها محطه تقديري واحترامي، لكن انا قدر تعلق الامر بي، هاي وجهه نظري الشخصيه وانا اتحمل مسؤوليتها لان انا صاحب القرار الاول بالمنتخب العراقي. شكرا جزيلا للكابتن باسم قاسم مدرب منتخبنا الوطني، شكرا جزيلا لحضورك. اذا احبتي المشاهدين كنا معكم حلقه من برنامج بالسنتر، على ان نلتقيكم في حلقات قادمه الى اللقاء.